على ذكرك لجول او لهدف بواليا، انا سعدت بيه جدا الحقيقه. كلنا. مش بس عشان الجول ده كان حاسم وجه طبعا في الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدل ضايع، لا عموما عارفه بواليا بقاله فتره الدنيا محجره معاه الى حد كبير، ففكره ان يعني ربنا يوفق في صورته لان هو فعلا لعيب كويس جدا، وللاسف الشديد قعدنا فترات طويله ومباريات طويله احنا كلنا عارفين وما عندناش ذره شك انه لعيب مميز، بس ما كانتش ماشيه، فلما بتمشي الناس عندها طبيعه. انا بتفق معاك، ويمكن ده لما ذكرناه قبل كده يا كريم، اتكلمنا تاريخيا كده او في تاريخ الاهلي او في ارشيف الاهلي عن فلافيو، احنا قلنا هذا اللاعب اللي اختاره الجهاز الفني في الاهلي، ولما بيختار الجهاز الفني لاعب ده معناه ان هو عنده ثقه في هذا اللاعب، وده بيكون بناء على دراسه طبعا. احنا مش بنختار عشوائي، ففلافيو يمكن ما كانش موفق في بدايه مثلا مشواره مع النادي الاهلي، وبعد كده شفنا بعد تقريبا سنه او اكثر بقليل يعني بعد كده فلافيو حقق وبقى عامل ازاي. فهي دي النقطه. بواليا امبارح يمكن نقدر نقول كده الحمد لله بدايه المشوار المتوقع منه في خلال مشواره في النادي الاهلي.